هنبدأ أخبارنا مع المنتخب الأولمبي واللي تعادل امبارح مع منتخب إسواتيني سلبيا في ذهاب الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. اتكلم البرازيلي ميكال المدير الفني للمنتخب عن المباراة وقال: كنا الأخطر والأكثر استحواذا على الكورة والأقرب للفوز، ولكن الحظ لم يحالفنا، ضاعت 3 كرات في العارضة. قدمنا مباراة جيدة والنتيجة طيبة، ولكن لا يزال أمامنا شوط ثاني في الإسكندرية. فريق إسواتيني يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين ولديهم جرأة هجومية، ولكن لاعبونا كانوا الأفضل من كل الوجوه. وقال كمان البرازيلي تيجو المدرب العام للمنتخب الأولمبي: بنمتلك جيل رائع، كان بإمكاننا الفوز ب3 أهداف وأكثر من ذلك، ولكن الحظ عاند أحفاد الفراعنة. بالتأكيد نتيجة إيجابية في بداية مشوار الفراعنة في التصفيات، إن شاء الله يكون الحسم في مباراة العودة في اسكندرية عشان يقدر إن هو يواصل المنتخب المشوار للتصفيات ويتأهل لأولمبياد باريس 2024.